توفيق سميرة عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. اليوم جينا باش نسمعوا الصوت ديالنا عاليا لوزارة التربية الوطنية بأنه أخلفت معنا الموعد في مرتين ومناسبتين متلاحقتين دون أن تنصفنا. اليوم كنجيو باش كنفكروها بأن المتصرف الإطار المشترك داخل وزارة التربية الوطنية كإطار عالي لطالما تم الاعتماد عليه في تنزيل السياسات العمومية يشعر اليوم بالحيف ويشعر أنه لم يتم إنصافه على غرار ما تم بالنسبة للمتصرفين ديال بعض القطاعات التي تمنت العمل ديال المتصرفين ديالها وادمجتهم في واحد الاطار مناسب ماديا ومعنويا واعتباريا. اليوم كنطلبوا من وزاره التربيه الوطنيه انها تنصف المتصرفين ديالها وتمن التواجد ديالهم داخل القطاع. وكنقولوا لها باننا كنجيو اليوم باش نفكروك بانك راه خلفتي معنا الموعد مرتين وكنتمنوا هذا النهار ما تخلفيش معنا الموعد ويكون الانصاف ديالنا. حنا اليوم جينا من المغرب كامل باش نرفعوا الصوت ديالنا عاليا في باب الوزاره نذكرها بانه يتعين النظر الى المتصرفين وانصافهم كما تم في باقي القطاعات. محمد السعيدي متصرف وزاره التربيه الوطنيه جهه الشرق. هذه الوقفه المركزيه تاتي في سياق ما تشهده الساحة التعليمية وما مخرجات المحضر الأخير الذي كرس الإقصاء والتهميش في حق متصرفي القطاع. كما تعلمون أن النظام الأساسي الأخير بدوره كرس التهميش والإقصاء في حق متصرفي القطاع رغم المهام المحورية والريادية التي يقومون بها على مستوى الإدارة المركزية على مستوى مصالحها الخارجية سواء في الأكاديميات سواء في المراكز الجهوية سواء في المديريات الإقليمية. رغم هذه المهام المحورية ورغم انخراط جميع المتصرفين في تنزيل جميع الإصلاحات وإنجاح جميع الأوراش الإصلاحية التي تقرها الوزارة، ومع ذلك تم تهميش وإقصاء فئة المتصرفين داخل وزارة التربية الوطنية للأسف، حيث أن المادة 77 من النظام الأساسي كرست هذا الإقصاء والتهميش، بل وأضافت شيئا آخر وهو أنها اقترحت إطارا لا يتناسب بتاتا مع المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي للمتصرفين هيئة المتصرفين المشتركة، والذي تحدده المادة الثالثة في مهام تأطير والخبرة والاستشارة والإدارة والتقييم والمراقبة. للأسف هذا النظام الأساسي يقترح إطارا للأسف لا يتناسب بتاتا مع هذا الإطار ومع هذه المهام. إطار يعني يشتغل أولا بالمؤسسات ولا يشتغل في الإدارة المركزية أو الجهوية أو الإقليمية، ثم مهامه تختلف بتاتا عن المهام المنصوص عليها كما قلت سابقا في النظام الأساسي للمتصرفين. هذا من جهة. من جهة ثانية أن هنالك قهقرة مادية في هذا الإطار، على اعتبار أنه تصل يعني هذه القهقرة المادية إلى 500 درهم تنقص من أجرة المتصرف إذا تغير من إطار متصرف إلى الإطار المقترح. لذلك كانت هذه التنسيقية التي حاولت أن تعبر عن هذا الغضب وعن هذا الحيف، وتحاول أن حاولت أن يعني تدافع عن حقوق المشروع لهذه الفئة. طبعا هي
واحد الإطار الذي يجمع صوت المتصرفين داخل القطاع ويحاول يعني التعبير عن مواقفهم والتعبير عن غضبهم. للأسف أن المحضر الأخير الذي وقعته الحكومة مع النقابات كرس كذلك هذا الإقصاء، حيث لم تتم بتاتا الإشارة إلى إطار المتصرفين، على عكس ما التطمينات التي تلقيناها من عدد من النقابات للأسف، ولكن لم تتم الإشارة ولو إلى أنه سيكون من ضمن الملفات للأسف. إضافة إلى ذلك أن الزيادة التي استفدت منها جميع الفئات داخل المنظومة لم تستفيد منها للأسف فئة المتصرفين، هيئة المتصرفين للأسف لم تستفيد، وهذا يعني للأسف فيه واحد الإقصاء الذي لا يليق بأطر يعني يشتغلون مهام جسيمة داخل هذا القطاع. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.